اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي تحيا مصر في كل مكان. تغطيه اخباريه جديده من تلفزيون تحيا مصر. ارتبطت مسلسلات رمضان بالترند وبقى ليها تاثير كبير على السوشيال ميديا. ناس كتير بتشير مشاهد ولقطات واقتباسات، لكن في الحقيقه مواقع التواصل الاجتماعي بتترجم ده لنسب مشاهده واقبال، وبتعمل ترتيب للمسلسلات ده وفقا لحجم الاقبال على المسلسل وموقعه من محركات البحث ومنشورات صفحات التواصل الاجتماعي. وفي تغطيتنا من تلفزيون تحيا مصر هنقول لكم على طبيعه التاثير المتبادل بين دراما رمضان وترندات المواقع المختلفه. يعني مثلا شهد النصف الاول من شهر رمضان منافسه شديده بين 4 مسلسلات على محرك البحث جوجل، ورغم استحواذ دراما رمضان 2024 على 42% من اهتمامات المصريين على محرك البحث الاشهر في اول ايام الشهر، لم يستطع مسلسل حسم المركز الاول او الثاني في قائمه الاكثر بحثا. على عكس مثلا السنه اللي فاتت كان مسلسل جعفر العمده هو المتصدر في جميع المحركات وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. في المركز الاول بيتنافس مسلسل الحشاشين مع مسلسل حق عرب. في المركز الثاني تنافس مسلسل المعلم مع مسلسل العتاولة. مع انتهاء النصف الاول استطاع مسلسل حق عرب حسم المنافسة بتصدر المركز الاول في قائمة الاكثر بحثا من بين 23 مسلسل. تنوعت ما بين مسلسلات بتعرض خلال النصف الاول او الثاني 15 حلقة ومسلسلات 30 حلقة تعرض على مدار ايام رمضان. الحقيقة ان الاربع مسلسلات اللي ذكرتهم هم من افضل المسلسلات خلال ال 15 يوم اللي شاهدناهم في رمضان. بفضل احداث الحلقة ال 12 ده مسلسل المداح قائمة ال 20 اليومية لترند محرك البحث جوجل بعد غياب تام خلال 7 ايام الاولى من شهر رمضان. وخلال النصف الاول من شهر رمضان ظهر 16 مسلسل في قائمة الاكثر بحثا اليومية لمحرك جوجل. في الاسبوع الاول من شهر رمضان ظهر مسلسل حق عرب 6 مرات في القائمة اليومية لترند جوجل متساويا مع مسلسل الحشاشين، وهو ما تغير بعد مرور النصف الاول حيث انفرد مسلسل حق عرب بصدارة المسلسلات الاكثر ظهورا في قائمة جوجل ب 14 مرة ظهور. عندنا في المركز الثاني مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان واللي ظهر 13 مرة في قائمة جوجل اليومية، واستطاع أن يتقدم من المركز الثالث إلى المركز الثاني، بينما ظل مسلسل الحشاشين في تراجع من المركز الأول إلى المركز الثالث. ومع تصدر مسلسل حق عرب قائمة ترند النصف الأول من رمضان كان المسلسل الأكثر انتشارا في المحافظات. يبقى كده حق عرب الأول، المعلم الثاني، والحشاشين هو المركز التالي. وما نقدرش ننسى ابدا انه تصدر مسلسل نعمة الافوكاتو ترند منصة شاهد منذ عرضه في مصر والوطن العربي، وطبعا نال العمل العديد من الاشادات سواء على مستوى القصة او على مستوى الاخراج او حتى على مستوى اداء النجمة مي عمر، خصوصا في الشخصية الجديدة اللي قدمتها من خلال هذا المسلسل، وبفضل اللمسات الاخراجية المميزة لزوجها طبعا المخرج الكبير محمد سامي. زي ما قلنا لحضراتكم مستعرضنا في معلوماتنا اللي فاتت، الجمهور بقى ليه صوت دلوقتي، مش بس فكرة ان هو بيتفرج على المسلسلات لكن دايما حريص انه ينتقدها في البيت، لكن بقينا نتشارك كمان ارائنا مع العالم كله على مواقع التواصل الاجتماعي. بنشارك مقاطع الفيديو ونناقش الاحداث ونتفاعل مع الفنانين وننشر الترندات، زي مثلا الترند المال الحلال اهو اللي ظهر في اول حلقة من حلقات طبعا مسلسل العتاولة. التواصل كمان بتغير قواعد اللعبة دلوقتي، اي مسلسل عايز ينجح لازم يكون ليه وجود قوي على مواقع التواصل، من خلالها المسلسلات بتقدر تزيد من نسبة المشاهدة وبتقيم بشكل موضوعي وبتفاعل معاها الجمهور بشكل مباشر. العلاقة دي مش من طرف واحد، المسلسلات مش بس بتستفيد من مواقع التواصل لكن مواقع التواصل كمان بتستفيد من المسلسلات. رمضان بقى هو الشهر اللي فيه أعلى نسبة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسلات بتساهم دايما في ظهور ترندات جديدة وزيادة عدد المتابعين لصفحات الفنانين. وفي النهاية لازم بيكون في علاقة ما بين مسلسلات رمضان ومواقع التواصل الاجتماعي، دايما بتبقى علاقة تكاملية، كل طرف بيكمل التالي وبيخلق تجربة مشاهدة مميزة، بيخلق تجربة مشاهدة دايما مميزة عند الجماهير.
انتهت تغطيتنا، بنشكركم على المتابعة، نشوفكم في تغطية جديدة من تلفزيون تحيا مصر.